بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إني أمرت الشعر أن يتعطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا لوصف أفضال النبي المصطفى رمز الكرامة والشهامة والوفا. عذر الرسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاء قديما ذرة من نوركم قد دبل الرحمن منها يوسفا. والله لو دل العباكر كلهم في وصف أفضال له لم يعرفا. والله لو ما بحار بدمها كانت مدادا لوصف أحسن ما كفى. والله لو قلب الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو كبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. يا من خلقت عيسى بلا أب ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا. ويا من أرسل محمدا بالقرآن مبشرا ونذيرا. آيات بينات يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الزعيم الشيخ عبد القريب الهنداوي فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عوضه بلى قادرين على أن نسوي بنانا صدق الله العظيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ صدق الله العظيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه اللواق الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟
ألم نجعل له عينين ألم نجعل له وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويدينا كن فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة استشفاء بالقرآن العظيم ليكفي المتوفى ولنا والحاضرين يوم يقول ربنا أدم لنا نورنا وتوفنا مسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. أن الله عز وجل يجعل ثوابا قرأناه وخير ما تلوناه نورا يتقاطر الفقيد في قبره يا رب العالمين. فيا ايها القارئ متمسكا مجلا لك في كل حال مبدلا هنيئا مريئا ولداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ذنبكم النذر هذا جزائها لك اهل الله السخوه والملا أهل البر والصبر والإحسان والتقى فلان بها جاء القرآن مفصلا. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عنتر كريم الحداوي القارئ ومقيم مدينة دمنهور كبرى مخازن الفراشة والإنارة تحت إدارة الباشمهندس ياسر النجار المقيم بهذه البلدة العابرة. وشكر الله سعيكم جميعا وإن لله وإنا إليه راجعون.